سيدنا عثمان بن عفان طلع يهودي، رجل من أهل الكوفة ذا قدر ومنزلة وصاحب كلمة مسموعة، يزعم فيما يزعم أن سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين كان يهوديا وظل على يهوديته، ونعوذ بالله مما قال، مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام. عندما سمع أبو حنيفة رحمة الله عليه بذلك ذهب إلى هذا الرجل، ذهب إليه وقال له: جئتك خاطبا ابنتك لأحد أصحابي. فرد عليه هذا الرجل وقال له: أهلا ومرحبا بك، ولكن من الخاطب؟ فقال أبو حنيفة: رجل موسوم في قومه بالغنى والشرف، سخي اليد، مبسوط الكف، حافظ لكتاب الله، يقوم الليل كله في ركعة، كثير البكاء من خشية الله. فقال له أبو حنيفة: ولكن فيه خصلة لا بد أن أذكرها لك. فقال الرجل: وما هي يا أبا حنيفة تلك الخصلة؟ فقال أبا حنيفة: إنه يهودي. فانتفض الرجل وقال: ويحك يا أبا حنيفة، أزوج ابنتي ليهودي؟ والله لن أزوجها له ولو جمع خصال الأولين والآخرين. فقال له أبو حنيفة: تأبى أن تزوج ابنتك من يهودي؟ ثم تزعم للناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه كلتيهما من ذي النورين من يهودي وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ فارتعد الرجل وانتفض مرة أخرى ومسح عرقه وقال: استغفر الله من كل قول سوء قلته ومن كل فرية افتريتها، وجاء الحق وزهق الباطل بعصا الحروف. إذا جاء موسى وألقى العصا فبطل السحر والسحر. فذب الله النار عن وجه أبي حنيفة كما ذب عن عرض ذي النورين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه.